ساتيا فرجيك شو بساوي فيك اليوم. يا جماعة حدا يقول لي شوفي خالي ميتول شكلك مشوبة، شو رأيك رشي؟ نشفوا حالكم بلا ما تمرضوا هلا. ايه منروح. ايه نروح. مو معقولة. تعرفوا منيح انه ألينا طلعت من حياتنا، لأنها كانت تاكل كتير وما كانت تخلي شي بالبراد، والجوع كان يقتلني قتل. صحيح انه هي بالسجن، بس لازم نكون منتبهين منها. يعني شو ممكن تعمل؟ ما رح تطلع من هنيك. انت لسه ما بتعرفيها، هي قبل هيك هربت منه وممكن تعملها من جديد، لازم نكون منتبهين. كلامك مزبوط مرت عمي، انتبهوا. اشيلونا من هالقصة، لسه عم تحكوا بسيرة ألينا واللي بتعمله. خلونا ننساها، بعدين أنا بدي قلكن شي، أنا بدي أرجع على الحارة اليوم، لأنه بصراحة إلي زمان ما رحت لهنيك وكتير مشتاقة لجيلة. لا ما بتروحي لحالك لهنيك، باخدك بإيدي روقي شوي. عن جد جاية معي؟ إيه حلو. واليوم أنا كمان بدي روح على الشركة لأنه عندي شغل مستعجل. إيه بس أنا ما بطول. إيه وأنا كمان من زمان قاعدة بالبيت وإلي فترة منيحة ما نزلت على الشغل، واليوم قررت أني أرجع على الدوام. الكل بدهم يرجعوا على الشغل؟ ليش اليوم الكل راجعين على الشغل بقى؟ وأنا شو بدي أقعد ساوي بالبيت لحالي؟ إذا بدك فيني يضل معك هون. مو ضروري، لازم توصل أمك على الحارة. ماما أنا بوصلك اليوم، بالأول رح وصلك وبعدين بوصل كاجال كمان، وبعدين برجع على المكتب، رايحين مع بعض ماشي؟ حلو كتير. ماما أنا بس وصلها لكاجال، بسرعة رح أرجع لعندك لهون. ماشي. باي باي باي. أخي عم يدق لك. ساتيا وينك ماهي؟ من شوي وصلت لأمي، هلأ رح وصل كاجال، بس يلي بدك تعرفه عرفته. طيب بس انتبهي على حالك. وانت انتبه على حالك.